السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيد من قناة الإبداع والتميز، دائما قناتكم أبدع واستمتع. مرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بنتكلم عن ربط الآيفون بالويندوز بي سي، وإزاي أنقل الملفات الصوتية أو الفيديوهات من الويندوز إلى التليفون بتاعي عن طريق برنامج الآيتونز. إزاي أنزل برنامج الآيتونز؟ أخش على علامة الويندوز وأكتب ستور، هيفتح لي المايكروسوفت ستور. نعمل سيرش عن على برنامج الايتونز، هنلاقي البرنامج في اول خيار عندنا يظهر. تمام، هندوس عليه عشان نحمله على الجهاز. اهو بتجيلي كلمة جيت، بندوس على جيت على طول بيعمل تحميل وانستوليشن في نفس الوقت. اهو جاري تحميل البرنامج، اهو ادي ستارتنج داونلود. يعني الموضوع يمكن تاخد 3 أو 4 دقايق بالكتير، وطبعا بتعتمد بشكل أساسي على سرعة الإنترنت عندك. أهو تم التحميل، بعد كده بنعمله لونش. تمام، يعني بنبدأ البرنامج. أهو نقول أجري، بعدين بيفتح البرنامج. أدي الواجهة بتاعتنا، نقول أجري على الشروط بتاعته. أدي البرنامج. بعد ما بنفتح البرنامج، هنا النقطة التانية ان احنا نربط التليفون بالبي سي بتاعنا. تمام، بعدين نفتح الاكسبلورر بتاعنا بتاع الكمبيوتر، تكتب في السيرش كلمة كمبيوتر او زيس بي سي، او تكتب علامة الويندوز مع الاي. تمام، بعدين بنخش على المايكروسوفت اكسبلورر بتاعنا على الفولدر اللي اسمه ميوزك. تمام، بعد ما نخش على الفولدر اللي اسمه ميوزك، هو دوت اللي هنحط فيه الملفات الصوتية عشان يحصل لها تزامن مع الايفون بتاعي. اهو هنا اهوت بروح اجيب الملفات الصوتية وبحطها في الفولدر اللي اسمه ميوزك. تمام، عشان بعدين لما اعمل سينكرونايز او اعمل تزامن اقدر اشوفه. تمام، اما لو انت حاطط ملفاتك في مكان اخر، تقدر تخش على كلمة فايل وبعدين اد فولدر تو لايبراري. هنا بقى نقدر نختار اي فولدر غير الميوزك ونختار من عليه الميوزك بتاعنا، وبعدين نعمل تزامن. ولكن هنا في الحالة دي عشان التجربة هندوس بس على الفولدر بتاع الميوزك. اهو هنشوف هنا هو بقى الاعدادات الميوزك عندنا. اهو نفتح علامة السينكرونايز او التزامن بتاع الميوزك بتاعتنا عشان يجيب لنا كل الملفات الصوتية. ادي هنا هو عدد الملفات الصوتية اللي موجودة، وهنا بيقول لك انت هتاخد الانتاير ميوزك لايبرري، يعني هياخد كل الملفات الصوتية في الفولدر. او انت تقدر كمان تختار نوع الملف اللي انت عايزه، ان انت تعمل على الخيار التاني وتختار الملفات اللي انت عايزها. وبعدين كمان لو انت عندك فيديوهات او فويس ميموز، يعني ملفات صوتية اخرى، تقدر تختارها. ولكن هنا في التجربة دي هنجرب مع بعضنا ان احنا ناخد كل الملفات الصوتية اللي موجودة في الميوزك لايبراري. بعدين هندوس على سينكرونايز لبدء عملية المزامنة. دلوقتي بتتم عملية نقل كل الملفات. نروح بقى للايفون، اهو نسحب لتحت ونكتب كلمة ميوزك، نبحث عن ملف عن برنامج الميوزك بتاعنا، ونخش على الميوزك بلاي ليست، هنلاقي الملفات بتاعتنا اللي احنا لسه حاطينها. كمان نقدر نخش على السامري هنا في الاعدادات، ونختار هنا هو المانيوال مانجمنت، يعني ان انا اقدر احدد الملفات اللي انا عايزها بدون ما اعمل تزامن. يعني هنا هو لو رحت للميوزك هنشوف فوق علامة التزامن اتشالت، يعني هو وقف التزامن على اساس ان انا هعملها مانوال، اخد الملفات اللي انا عايزها. لما نرجع باك هنا هو تمام، ونخش مثلا على الارتست، اقدر هنا هو اشوف الملفات واسحبها واحد واحد واحطه في التليفون. يعني اسحب كده واحط في التليفون، خلاص يبقى انا كده بنقل المانيوال. واقدر اعمل نفس الحكايه مع اي فولدر تاني واي ملفات
صوتية أنا عايز أنقلها للملف بشكل يدوي، ولكن أنا شايف الأفضل إن أنت تحط كل الملفات الصوتية اللي أنت عايز تعمل لها مزامنة في الفولدر بتاع الميوزك، وتعمل بعد كده تزامن، فعلى طول بينقل لك كل الملفات الصوتية من البي سي للايفون بتاعك. أرجو إن أنتوا تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، ويا ريت ما تبخلوش على قناتكم قناة الإبداع والتميز بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.